انا يعني الحقيقه حزين وانا بتكلم في المساله دي، لان انا عارف القادسيه يعني اللي كان معاه مبلغ صغير كده محوشه من غربه، من اغلبها كان من صغار الناس اشترى هناك. ده هنا في مشكله، ارامل ويتامى اهليهم توفوا وكانوا شارين لهم دي للزمن، يعملوا ايه؟ اولا هو من المعروف ان الارض ديت في الاساس كانت نازله استصلاح زراعي، والدوله شايفاها بقى لها 25 سنه لا مبنيه. لا طلعت قرارات تبويل يا فندم، مبنيه وكل يعني مبنيه ومعروفه، فلم ينتبه احد. جايين ينتبهوا دلوقتي؟ طب الناس دلوقتي اللي حطوا كل مدخراتهم في هذه الارض، طب هيعملوا ايه؟ انا هقول لك الارض هتتباع لهم. انا اقول لك اكتر من سنه، ثلاث اربع. لا 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 يا فندم، لا يا فندم، هذا القرار محل طعن، هذا القرار محل طعن. لا ده مؤكد، دي مسألة قضائية أمام مجلس الدولة، مفيش فيه كلام، الناس كلها تتجمع كده وتعمل طعن أمام مجلس الدولة. خلاص أنا بعرف الناس تعمل طعن على هذا القرار. يعني نقلت الملكية من الدولة. اسمح لي يا أستاذ شيلي عشان أنا بعمل تحريض. اتفضل. أنا بحرض كل واحد مشتري في القادسية إنه يعمل طعن أمام محكمة مجلس الدولة على القرار 720 سنة 2018. حلو التحريض ده؟ كويس التحريض ده؟ تمام تمام. نسيبنا بقى من القادسية خلاص، إحنا حرضنا الناس.